جيت ساميت البحر، شفت الحوت يعوم بوقله. كلمة الفالي احرار هذه اصلا. لو كان السعود ينغرس نغرس ميات عود، وعود في ضية وحدي ويقسم سعدي ذاك وشارع. يا يمه سعدي ولا لينا نستشفي. نور جات دورة طلعت فوق النخلة. ما فهمت شيء، أنا فكرتك جزائري. نتحدث لكن السعود في يدك يا معبود. السلام عليكم، وياكم عبد الرحيم في برنامج الاسطرلاب، ونتحكى اليوم عن الجزائر. طبعا اكبر تحيه لاهلنا وحبايبنا في الجزائر. طبعا عند اهلنا وناسنا الجزائريين في شهر رمضان شيء اسمه البوقله او البوقلات. طبعا الكل يسال وش البوقله وش البوقلات. تعالوا خلنا نشوف، عندك معلومات عن الجزائر؟ لا والله مو معلومات كثير. كلش زين. في عندهم هناك في الجزائر البوقله او نفس الجمع البوقلات، نفس ما عندنا في البحرين اللي هو يسمونه الفال. يتجمعون كذي في رمضان، يصلون على النبي وبدون بالفالهم. زين، فهذا الشيء طلع الفال مالهم، فالهم زين او مو زين من هنا. فالحين عندنا لك سؤال بسيط وسهل، اللي هو تختار من الواحد للتسعة وعندك جمل تقراها. من الواحد للتسعة؟ يلا سبعة. سبعة؟ تفضلك رقم سبعة. جيت ساميت البحر، شفت الحوت يعوم، عرفت ما عندي زهر في ذا الحظ المحموم. كي غاب ضي القمر، ما رديت ضي النجوم. ضي النجوم، ضي النجوم. تعرف معناتها العبارة؟ لا والله. كلش عندك معلومات عن الجزائر او شيء؟ لا. كلش كلش. في الجزائر عندهم بوقلة او بالجمع بوقلات، يعني كذي يتجمعون وكذي كل واحد يقول على قولتنا الفال مالهم، بس هم يسمونها بوقلة. انزين، عندنا له كله تسع جمل بالجزائري، تقرا واحده منهم، اختار من الواحد للتسعه. اثنين. تفضل. لو كان السعود ينغرس نغرس ميات عود، عود فطيه وحدي لكن السعود في يدك ما يا معبود. يا سقام السعود سقم لي سعدي، الناس الكل يجيب بحيبهم، ما ادري هاي وش بحيبهم، وانا غريب في هالدنيا وحدي. وانا غريب بحبهم، وانا غريب في الدنيا وحدي. انزين، تعرف وش معناتها الجمله او فهمت شي منها قليل صراحه؟ ولا شيء يعني. في الاخير انا وحيد، انا يعني اللي فهمت انا وحيد، انت ولا شيء فهمته؟ ما فهم صراحه. كلش حبيبي احمد البصري، عندك معلومات عن الجزائر؟ لا والله. كلش بسيطه يعني. كلش مثل وين؟ ما ادري يعني. ما ادري يعني. انزين، عندنا جمل بالجزائري من الواحد الى التسعة، نباك تقرا واحده منهم، تختار رقم كم؟ اثنين. اثنين، هو الكل في الاثنين. تفضل حبيبي. لو كان السعود ينغرس نغرس ميات عود، وعود في ضية وحدي لكن السعود في يدك يا معبود. يا سقام السعود سقم لي سعدي، الناس الكل بحبيهم، وانا غريب في هذه في هذا الدنيا وحدي. فهمت شي من هالعباره؟ ولا ادري ايش ولا شي، لكن انا وحيد في هالدنيا وحدي. انا فهمت ان هالانسان بروحه وقاعد يشكي للناس انه وحيد في هالدنيا، والناس كل واحد بروحه. عندك معلومات عن الجزائر او شي؟ لا ما عندي ابدا يعني. ابدا. انزين، عندنا لك من الواحد للتسعه جمل جزائريه، تختار من الواحد للتسعه وتقراها. كم تختار؟ خمسه. خمسه حبيبي، ها تفضل. يا لشمس الضوايا العاليه في سماك لو كان. ما افهم الصراحه. ما عليه اقراها. لو كان صبتك مرايا ونشوف وجهي بضواك، يعود ربحي وغنايا ويقسمو سعدي ذاك. فهمت شي منها؟ لا. كلش؟ انه يقول لك بس اول البدايه الشمس عاليه بس. بس هذا؟ بس. انه قاعد يخاطب الشمس يقول لك لو كنت عاليه بتنشرين السعاده عندنا اهني. عندك معلومات عن الجزائر؟ لا والله. كلش؟ اعرف انها بلد المليون شهيد. بس والله.
انزين، في عندك 9 جمال بالجزائري، تقرا واحده منهم، اختار من 1 للـ9 ان شاء الله. كم تختار؟ 1. يلا. اطلعت للسطح وفرشت زريبة، حركت حرق قوس الذهب وحركت عين نفرحي، يا يما ساعدي ولا لينا نستشفي، فالعدو كما استشفى فيه. وايش معناتها؟ هكي عندك انت اقرا اخر جملة، اول جملة وايش معناتها؟ من اللي فهمت انت من القراءة؟ اول جملة انه طلع لمكان خالي وقاعد بروحه والشمس قاعدة تحرق فيه. ويسأل امه ان تفرح له بلا عنده. متوفر عنده. مشكور ما قصرت. ونسألكم جمهور اللي قال عدل ابو فاضل او لا، خلكم ويانا وكتبوا في التعليقات تحت. شباب عندك معلومات عن الجزائر؟ لا. كلش لا. انزين تعرف معنى بوقلات او بوقلة؟ ما هي بالجزائر تعرف معناها؟ كلش معناها الفال. عندنا في البحرين هني يسوون الفال، هم عندهم هناك يقولون بوقلة. كلمة الفال هرار هذه اصلا، حتى عندنا احنا هنا، حتى هني هرار، بس هي كلمة ماخذينها عندنا، ماخذينها الناس كلفظ اشاعة الكلمة بين الناس، اما في الواقع ما في شيء الى هالموضوع. عدل ما في شيء، بس هي تنقال عندهم تنقال عندنا، تبقى عندنا كلمة تنعرف فال وهني بوقلة. اشياء كلمات تختلف من دولة لدولة، من حتى في نفس المنطقة، احنا هني كل واحد المنطقة لمنطقة تختلف في لغات عندهم. عدل عدلك عدل كلامك، مشكور ما قصر. كرار عندك معلومات عن الجزائر؟ لا. كلش تعرف تقرا؟ شوي شوي. بعطيك جمل من 1 إلى 9 بالجزائري وتقراها. اوكي، رقم كم من 1 إلى 9؟ 1. تفضل اقرا. طلعت للسطح وفرشت في زربية. وشارع. كلش ما تعرف تقراها؟ لا. ولا شوي؟ لا. انزين تعرف كل تعرف كلمة بوقلات؟ لا. كلش تعال نزل وقف الحنون مني، تعال كلش ما تعرفها؟ ماشي من هي يبين عليها حنونه. عندك معلومات عن الجزائر؟ ايه. لا. كلش ولا معلومة؟ لا. انزين عندهم في الجزائر بوقلة او بالمجموع بوقلات، هاي معنات البوقلة او البوقلات نفس الفال عندنا في البحرين. الفال عندنا في البحرين تعرف كل واحد يقول الفال اللي عليه، بس هم عندهم هناك اسمه بوقلة. عندنا من 1 للـ9 جمل بالجزائري تقراهم، من 1 للـ9 اختار رقم. 6. 6. تفضل. قعد تحت النخلة، قالوا لي دخل نور، جات دورة طلعت فوق النخلة، بالعسل رشيت الصورة، مع هالمعيشة تحلى حبيب الساكن في القصور. تحلى حبيب الساكن في القصور، فهمت شي منها أبو جاسم؟ شوية يعني، فيها شوي غزل كذا يعني. شلون يعني؟ مثل ويقول يعني تقعد فوق النخلة. ونفس اللي تحلى حبيبي فوق النخل والغزول. عادي؟ مشكور ما قصرت ابو جاسم، ويعطيك العافية. والله يعطينا اياك ان شاء الله نزور الجزائر. سيد علاء عندك معلومات عن الجزائر او شيء؟ الجزائر كلش ما عنده. كلش والله؟ كلش. انزين في عندنا معلومات من جمل من 1 للـ9 بالجزائر تقراهم، تختار كم؟ من 1 إلى كم؟ 9. 7. 7. تفضل استاذ علي. جيت ساميت البحر، شفت الحوت يعوم، عرفت ما عندي زهر في ذا الحظ، المحموم كي غاب ضي القمر، ما ردت ضي النجوم. الله يا قلبي الله يا قلبي. مية مية، انا فكرتك جزائري. انزين تعرف شي منها يعني؟ فهمت شي منها؟ اتوقع كأنه بيت شعر. بيت شعر. وبيت شعر. وبيت شعر. عندك معلومات عن الجزائر؟ مثلا واجع عن الجزائر يعني اي معلومه؟ في ناس قالت ان هي صاحبه ازيد الشهداء، ما ادري مليون الشهيد في مواجهه الاحتلال الفرنسي. في ناس قالت هالمعلومه، انت عندك غيرها؟ ما ادري صراحتين. كلش للاسف يعني. انزين في عندنا جمل بالجزائري من 1 إلى 9 تقراهم، كم تختار من 1 للـ9؟ 2. 2.
تفضل ابو هاشم. لو كان لسعود ينغرس نغرس ميات عود، وعود في طي وحدي، لكن لسعود في يدك يا معبود. يا سقام لسعود، هاي شنو عاد لسعود؟ هذا احنا بعدين بنسألك. سقم لي سعد الناس الكل يجيب يحب، وانا غريب في هذه الدنيا وحدي. فهمت شي من هالجملة؟ لا. كليش؟ يعني المصطلحات هذه اللي ماشي. لسعود ما ادري، هاي يعني واحد سعيد مثلا. انا حالي حالك ابو هاشم ما نعرف، بس خلنا نشوف الجمهور اكيد 100% يعرف ايش معنات سعود. اذا تعرفون سعود عليكم بالتعليق وعلمونا شنو يعني سعود يا شباب. محمود عندك معلومات عن الجزائر؟ لا. كليش؟ انزين. قوي في القراءة؟ نص نص. نص نص. عندنا جمل بالجزائري من 1 إلى 9 تقراهم، كم تختار من 1 إلى 9؟ 3. 3. تفضل حبيب محمود. علاش يا لا لا التخمام رحمة الله واسعة وكبيرة، لو كان جات بالكلام نتحدث ونعطوك تدبيرا، بصح كل شيء بالمكتوب، ويعيا والخير يبان، وتزول عليك الهموم وتروح حيرة. وش فهمت من الجملة؟ ما فهمت شيء. في انه قالوا لك رحمة الله واسعة وان الهموم تنزال وتروح عنك الحيرة وهالامور، يعني وش فهمت من الجمل هذه؟ انا فهمت اشياء بسيطة، ان رحمة الله واسعة وبرب العالمين وبالله اذا تتوسل بتروح عنك الهموم والحيرة. انت فهمت هذا الشيء نفسي او عندك شيء غيره؟ فهمت تقريبا نفسه، ان بتزول هالغمة بالله تعالى وبالدعاء.